مدينة موري في ريف حماة الشمالي يوم الأحد 8/7/2012. هذا أحد المحلات في أحد المدنيين في مدينة موري الذي تعرض للحرق على يد كتائب الأسد. محل مفروشات منزلية تم حرقه بالكامل على يد كتائب الأسد أثناء اقتحامها المدينة. الله أكبر. هذه هي صحة الشهر الأسد. الله أكبر عليك يا مشهد.